نادي رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجان الصلوات اسمو بالنفس يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدينا وين ما كانوا. اكيد يسعد صباحك وصباح كل مين عم بيتابعنا بصباحنا زير. عم نطلع عليكم كل يوم الساعه 10 الصبح من مقهى المكتب. رمضان كريم يا رب يا رب، هاي الايام تحمل معها الخير والبركه، وسفره السوريين تضل عامره امين يا رب، ما ينام حدا وهو ما نو شبعان. اكيد هذا شهر الخير، فيه بتكتر الرحمه، واكيد كل ما اشتغلنا منيح وكل ما قدمنا خير اكيد بيكتر كمان المغفره لنا. يا رب الصحه والعافيه لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. محطاتنا العديده والمتنوعه رح نبداها اليوم اكيد، وبدي ارجع جدد صباحي لك نور. يسعد صباحك سلمى. مثل ما قلتي نحن بشهر الخير والبركه، شهر رمضان المبارك، ان شاء الله يا رب هالخير هالخير ضمن شهر رمضان المبارك بيعم على الكل، بيحمل البركه بقلوب كل الناس. ان شاء الله يا رب هيك ما بقى يبقى حدا زعلان. ان شاء الله هي الظروف القاسيه اللي عم تمر علينا الاقتصاديه بتمرق على خير، وبتكون ايامنا القادمه اجمل يا رب بهمه رجال الجيش العربي السوري. رحلتنا بلشت، لكن كالعاده بنبتديها بعد الفاصل. يمكن من اجمل الطقوس اللي ترسخت بذاكرتنا ونحن وصغار هو صوته، صوته ودقه طبلته لما بيمشي بشوارع الشام بالليل وبيقول يا نايم وحد الدايم. عم نحكي عن المسحراتي طبعا، هذا الشخص اللي هو اصبح طقس رمضاني. رح نتعرف اكثر على قصه المسحراتي بالتقرير التالي. اصحى يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم. الله برمضان زادت رحمته، لما تولى بالعناية أمته، واللي احتسب صومه وصلاته وحجته مخلص لربه، ربه تمم نعمته. يعتبر المسحراتي من أهم طقوس رمضان التي لا زالت عالقة في أذهاننا منذ الطفولة، وكانت أيام الشهر الكريم مليئة بالمتعة والروحانيات التي بدأت تختفي مع مرور الزمن. يا صايم وحدنا، قوموا على سحوركم، إجا رمضان يزوركم. يا صايم وحدنا. لقب المسحراتي يطلق على الشخص الذي يوقظ الناس لتناول السحور في رمضان، ويبدأ جولته قبل الإمساك بساعتين ليوقظ الناس بالضرب على الطبلة ومصاحبة صوته الجميل، مرددا أجمل العبارات التي لا يمكن أن ننساها بمرور الزمن. اصحى يا مؤمن اذكر الله، أفلح من ذكر الله، الله يطعمكم زيارة النبي وحده الله. اصحى يا مؤمن اذكر الله، اصحى يا نايم وحد الدايم، وغير من العبارات. لكن هل تعلم من هو أول مسحراتي في التاريخ؟ أول مسحراتي في التاريخ كان بلال بن رباح. أما في مصر فعرفت مهنة المسحراتي على يد عنتبة بن إسحاق سنة 832 هجرية، وتطورت هذه المهنة، فبعد أن كان المسحراتي يمسك قنديل وعصا أصبح يستخدم الطبلة ليدق عليها
فيسمعه القريب والبعيد. قوموا على سحوركم، اجا رمضان يزوركم. فعلا قديش يمكن سلمى المسحرات شيء له وقع خاص بذاكرتنا وبايام الطفوله. ومن كم يوم بعت لك صوت المسحراتي من عندنا من البيت الساعة 3 الصبح عم يفتل بالمزة، بتحسيه باب يعني بيرجع بيفتل مرة ثانية ليفيق كل الناس. والمسحراتي اليوم بتلاقي كمان نوعا ما داخل بتطور العصر، في جمل كمان دخلت كتير مهضومة وحلوة ضمن الجمل اللي بيقولها. أكيد يمكن التكنولوجيا شوي سرقت تفاصيل حلوة كنا نعيشها، إن كان بالفئة الصبح بكير أو حتى برمضان بالمسحراتي. في ناس أوقات بتربط الموبايل إذا بدها تنام شوي، بس لهلأ بيبقى الشيء الأساسي ما بيغيب من أذهاننا مهما حاولت التكنولوجيا أن تغطي عليه. وهي أجمل طقوس رمضان اللي عاد دائما رغم كل الظروف عم نحاول نعيشها. مهلأ مشاهدينا منروح بجولة على آخر الأخبار المنوعة، خلونا نتابع. بداية جولتنا المنوعة لليوم من جزر الكاريبي ومشاهد رماد كثيف غطى جزيرة سانت فينسنت الكاريبية بعد ثوران بركان لاسوفيير كما ظهر في فيديو نشرته الأمم المتحدة. يذكر بأنه هاي المنطقة شهدت سلسلة من الانفجارات البركانية أجبرت آلاف السكان على الهرب وإخلاء المنازل. إلى الهند لنتعرف على نيلاتشي باتيل، وهي شابة هندية صاحبة أطول شعر بلغ طول شعرها 200 سنتيمتر، وتبرعت بشعرها إلى متحف ريبليس في أمريكا. وانتشر مقطع فيديو يظهر نيلاتشي وهي تحصل على قصتها الأولى منذ أكثر من عقد. ومنختم جولتنا بسويسرا وتقليد سنوي يؤشر إلى انتهاء موسم الشتاء وبدء موسم الصيف من خلال إضرام النيران في مجسم رجل الثلج المعروف باسم بوغ وسط جبال الألب السويسرية. يعتبر بحسب الأساطير أنه كلما انفجر رجل الثلج بسرعة أكبر يكون الصيف مشمسا أكثر. روحة بأولى محطاتنا نور للمحطة طبعا الصحية، ورح نحكي مؤخرا ربط الدراسة أجريت بين الصوم وبين تقوية الجهاز المناعي. طبعا للصوم فوائد عديدة، كيف ممكن يكون طبعا انقطاع الأكل لفترات معينة وأنواع من الأغذية معينة ممكن تفيد الجهاز المناعي وتعطي الجسم فوائد عديدة، وخصوصا أنه نحن هلأ أصلا بموسم الخضروات والفواكه المتعددة. رح نتعرف على هذا الشيء أكيد مع ضيفتنا الدكتورة باتيل منصور اختصاصية التغذية. يسعد صباحك. صباح الخير، رمضان كريم يا رب. رمضان كريم. يسعد صباحك ورمضان كريم. بالبداية خلينا نعرف فعليا قديش الصوم مثل ما قالت سلمى لساعات طويلة بيرتبط بتقوية الجهاز المناعي، خصوصا أنه نحن منقطع عن الطعام لساعات طويلة، وهي الفترة بعتقد من أطول ساعات الصيام. صح. بالسنة. صح. هو موضوع شهر رمضان أنا بالنسبة لي بسميه شهر ذهبي، لأنه نحن هون عم نعمل تأثير إيجابي على كل أعضاء الجسم مو بس على المناعة. نحن اليوم اخترنا نحكي على تأثير الصوم بشهر رمضان على الجهاز المناعي، بس بشكل عام نحن إذا نحكي عن تأثيره على الجسم، طبعا هون بدي نوه إذا نحن عم نكون بساعات الإفطار نكون عم ناكل بشكل جيد، هلأ منقول كيف بده يكون التأثير الإيجابي على الجهاز المناعي بشروط معينة. إذا بدنا نحكي كمان على تأثير بشكل عام، يعني مو بس على الجهاز المناعي، نحن عم نحكي بنفس الوقت الأشخاص اللي بيكون عندهم ارتفاع بمستويات الكوليسترول الـ LDL
التريغليسيريد، هدول الاشخاص كلهم خلال فتره الصوم اذا عرفوا كيف عم بيصوموا بشكل جيد وخلال فتره الافطار يعرفوا شو عم ياكلوا فهو رح يكون تاثير ايجابي. الاشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل هرمونيه، السيدات كمان خلال هالشهر الكريم مفروض كمان يلاحظوا تاثير ايجابي على صحتهم. الاشخاص اللي بيكون عندهم عدم انتظام بمستويات السكر كمان له تاثير ايجابي. الاكتئاب او الاشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل نفسيه بهالشهر الكريم مفروض يكون بالنسبه لهم مثل مديتيشن او مثل ارتخاء لحتى يساعدهم كمان على موضوع حل المشاكل النفسيه. وبالاضافه اكيد الموضوع اللي رح نحكي اليوم هو موضوع المناعي، يلي نحن منلاحظ انه خلال ساعات الصوم نحن هون بهي الفترة من خلال دراسات انعملت انه عم يرتفع عنا الاي جي اي والاي جي جي اللي هي تعتبر من الـ 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 العناصر يلي بتساعد على رفع المناعة، وبيرتفع عنا مضادات الاكسدة يلي هي الكفيلة لحتى تحارب الجذور الحرة يلي ممكن تكون سبب انه يزيد عنا الالتهابات، يزيد عنا المشاكل وقت يكون الجسم تعبان. فنحن لازم اكيد نستغل هالفرصة او نستغل هالشهر لحتى يكون له تأثير ايجابي على صحتنا. يعني دكتور باتيل، اوقات كثير ما بيخطر ببالنا قديش ممكن شخص اذا ما اكل رح يستفيد جسمه. خلينا نروح مع حضرتك ونتعرف على بعض العناصر الغذائيه اللي هي ممكن تكون بترفع مناعه الجسم، ونرجع ناخذ معلومات تفصيليه اكثر عن نفس الموضوع. اكيد. لكي يتمكن جهاز المناعة من الدفاع عن الجسم ضد الفيروسات كفيروس كورونا المستجد، يجب أن يكون محصناً بمجموعة من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة. معظم الأطعمة التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ومحاربة الكورونا من السهل الحصول عليها ومتواجدة في معظم المنازل، وهي البيض. يحتوي البيض على أكثر من 20 نوع من الفيتامينز والمعادن الأساسية، كما يحتوي على عنصر السيلينيوم وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دوراً رئيسياً في تقوية الجهاز المناعي. والشاي يعتبر بمختلف أنواعه سواء الأخضر أو الأسود على حد سواء يحتوي على مركب الفلافونويد وهو نوع من مضادات الأكسدة، ويساهمان في رفع جهاز المناعة ليستطيع الجسم على مقاومة الأمراض. الثوم يساعد في رفع مناعة الجسم للحد من الإصابة بمختلف الأمراض، كما أنه يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين ويسبب تعزيز مناعة الجسم. الفواكه الحمضية تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعمل على محاربة الفيروسات. الفلفل الأحمر يحتوي على ضعف ما تحتويه الثمار الحمضية من فيتامين سي، كما أنه مصدر غني للبيتا كاروتين، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة لمقاومة الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم، وخصوصا الأمراض التي تنتشر في فصلي الخريف والشتاء بسبب نشاط البكتيريا والفيروسات. مجموعة من العناصر يلي ممكن تتواجد بكل بيت ويلي ممكن تساهم بتعزيز مناعة الجسم. مثل ما تابعنا مع حضرتك دكتورة، يمكن أغذية كتير مهمة بتشارك بتحصين الجهاز المناعي. خلينا نحكي عنها أكثر ونحكي عن النظام الغذائي، قديش فعلا فينا نلعب على غذائنا. في كتير من الناس بتقول لك أنا ما بحب الأكل، في عالم بتاكل كتير، في عالم بتاكل بشكل مختلف. خلينا نحكي عنها هلأ. وقت نحن عم نحكي بمجرد عم نحكي عن المناعة فهو جهاز معقد، فنحن لازم نعرف كيف عم ناخد الغذاء المناسب أو حتى ممارساتنا لازم تكون صحيحة. إذا نقسم الأغذية كأجزاء ونعرف كيف لازم ندعم نظامنا الغذائي، خاصة هلأ بظل جائحة كورونا، فنحن لازم يكون دائما تركيز عنا قدر الإمكان على نظامنا الغذائي، اللي نحن وفي كل أحوال نحن ما قدرتنا أو بيوتنا مليانة بكل مضادات الأكسدة والأغذية اللي ممكن تساعدنا على حل هاي المشكلة. أول شيء إذا نحكي عن الخضار والفواكه اللي مثل ما سمعنا بالروبورتاج هو أساسي، لأنه نحن كل ما كان نظامنا الغذائي ملون بالألوان المتعددة، إن كان الفليفلة، الليمون، الفريز بما أنه هلأ موجود، أو الخضار الملونة، الخضار الورقية، فنحن هون نكون عم نضمن أنه عم ناخد كل مضادات الأكسدة الكافية
كفيلة لحتى تساعدنا لنرفع من جهازنا المناعي، بالإضافة للفواكه اللي هي فيها الفيتامين سي أو كمان المضادات الأكسدة والألياف، اللي أكيد رح أحكي عن أهمية الألياف والجهاز الهضمي لرفع مناعة الجسم. بالإضافة لهذا الشيء حكوا بالروبورتاج عن البيض، أو خليني أقول البروتينات بشكل عام. البروتينات كثير ضرورية لحتى نكون عم نضمن أنه جهاز المناعي قوي، فنحن عم نحكي عن البروتينات الموجودة بالبيض، اللحوم الحمراء، أو حتى البروتينات النباتية الموجودة بالبقوليات، الحمص، العدس والعناصر الغذائية الثانية، فنحن بوجودهم أو كمان بالإضافة الحليب، اللبن والمشتقات الحليب. بالإضافة لهذا الموضوع عنا الألياف، اللي من خلال دراسات تبينت أنه نحن بمجرد ما عم ناخد الألياف من العناصر الغذائية الموجودة بقلب الخضار والفواكه الحبوب الكاملة، عم نضمن أنه جهازنا المناعي قوي، لأنه من خلال دراسات عملت ربطوا الجهاز الهضمي أو صحة الجهاز الهضمي بالجهاز المناعي. نحن كل ما نكون عم نقدم الأغذية المناسبة لمعدتنا أو لجهازنا الهضمي، نكون عم نضمن أنه الجهاز المناعي قوي. وقت عم بحكي عن الجهاز الهضمي، فنحن بدنا نقدم له الألياف، البكتيريا النافعة، وخاصة البروبايوتكس اللي بتكون موجودة بمشتقات الحليب، اللبن، الحليب، هدول الأصناف، أو إذا أخذناهم على شكل مكملات غذائية، هيك بنكون عم نضمن انه جهازنا الهضمي سليم، فنحن عم نقوي جهازنا المناعي. بالاضافه للشغلات اللي دائما موجوده بنظامنا الغذائي مثل البصل، الثوم، انا هدول بسميهم سوبر فود، مثل ما ذكرت البصل، الثوم، الكركم، الزنجبيل. يعني من خلال دراسات عملت انه الكركم العناصر الغذائيه الموجوده فيها كثير عم بتساعد انه نحن يوميا اذا كانت موجوده بنظامنا الغذائي بشكل بسيط، ممكن اذا ضفناها على الحليب او اذا ضفناها على اللبن كميات بسيطة، أو حتى إذا أخذناها بشكل مكملات غذائية، عم بيساعد كتير لحتى نحارب الجذور الحرة. بالإضافة بدي أذكر موضوع الكركم، يعني دائما بنسأل عن الكركم إنه نحن كيف فينا ناخذ أكبر فائدة منه. الكركم نحن بناخذ استجابته أكثر إذا أخذناه طازج، بالإضافة إذا زدنا له الفلفل الأسود. الفلفل الأسود بيساعد لحتى يزيد امتصاص مادة الكركم الموجودة بالكركم، فنحن هيك عم نحاول قد ما فينا نزيد من العناصر الغذائية. بالإضافة للزنجبيل اللي دائما بنحكي عن أهميته، اللي كمان لازم يكون موجود بنظامنا الغذائي بالمشروبات الساخنة أو حتى بالسلطات، بشكل أنه نرفع مناعة جسمنا. أكيد مثل ما ذكرنا البصل والثوم والخضروات الورقية. طيب دكتورة، خلينا نحكي شوي. اليوم في سلوكيات أوقات بنتبعها بتكون خاطئة وخطيرة على جهاز المناعي من دون ما ندرك، يعني دائما حتى الغذاء هو دواء، ولكن أوقات سوء استخدامه ممكن يؤدي لنتائج سلبية. خلينا نحكي عن أبرز هاي السلوكيات. صح، مثل ما في ممارسات نحن بنعملها لحتى نرفع من مناعة جسمنا، في ممارسات خاطئة نحن بنعملها من دون ما نعرف، وخاصة هلأ بشهر رمضان. يعني أنا دائما عم بقول إنه له أكيد تأثير إيجابي، بس إذا عرفنا كيف نتصرف. الممارسات الخاطئة أول شيء كتير ضروري يكون في عنا ساعات نوم منتظمة، ساعات بين 7 لـ 8 ساعات بفترة الليل. يعني مو أنا إذا نمت خلال نهار خلص أنا عم بنام بشكل جيد، فساعات النوم المنتظمة كتير ضرورية لحتى نضمن أنه نحن عم نعمل شيء جيد للجهاز المناعي. بالإضافة التدخين بيأثر على موضوع أو بيأثر على المناعة أو بيضعف المناعة. بالإضافة بعد ساعات الصوم الطويلة، نحن إذا رحنا أخذنا كميات كتير كبيرة من الدهون المشبعة، السكر، من خلال دراسات بينت أنه السكر والأملاح الزائدة بالأغذية المصنعة هي بتأثر سلباً على الجهاز المناعي. ويمكن مشكلة يمكن المائدة الرمضانية أو المائدة السورية غنية بالأكلات الدسمة، يعني بتلاقي برمضان كل الأكلات الغنية والدسمة موجودة على المائدة السورية. خلينا نحكي إذا فينا مثلا ناكل بشكل معتدل وبطريقة سليمة وصحية تنعكس إيجابي. يعني أنا لما بدي بلش مثلا بعد الأذان الفطور، تلاقي فيه كتير أكلات مثل ما قلنا الدسمة ممكن تأثر فيها، نسبة دهون عالية. كيف فيني أنا أكل بطريقة كتير صحية وبنفس الوقت ما أحرم حالي؟ لأنه بتقلك في الناس أنه مو معقول بعد 14 ساعة الصيام أنه ما أكل كل شيء كل شيء وبيجي على بالي. نحن بدنا نحاول قد ما فينا نبعد عن كلمة انه ننحرم مثل ما قلتي، فالاعتدال بهالمرحلة هو
الأساس لحتى نبتعد عن المشاكل، وخاصة أنه بفترة الصيام بيصير كتير في أشخاص عندهم مشاكل هضمية، فنحن بدنا نحاول قد ما فينا نبعد عن هدول المشاكل. عفوا. فنحن بهي الفترة نحاول قد ما فينا بعد ساعات الصيام الطويلة نحاول ندرج الأكل بشكل تدريجي، يعني أول شيء ناخذ المي الفاترة، بعدين ناخذ حبة التمر، يعني نحن حبة التمر مندرجه بشكل اساسي مو مشان شيء على الفاضي، لانه هو رح ينظم مستويات السكر بعد ساعات الصيام الطويله. بعدين بيتدرج عنا الشربات والسلطات اللي كمان رح تجهز الجهاز الهضمي لحتى يستقبل الوجبات الباقيه. صحة اول شيء. ثاني شيء اسعي لي بس لبين ما انا اسالك مشان تريحي حالك. ثاني شيء كمان اليوم الاطفال وخصوصا الاطفال اللي ببلشوا يعودون على الصيام، يعني بعمر مثلا خلينا نقول بعد العشر سنين 11 سنه ببلش بده يجرب هيك يعمل صيام ولو صيام متقطع ببلش يتعود، كيف فينا هيك كمان ندخل لهم عناصر غذائيه مهمه وخصوصا انه رح ينحرموا من تناول وجبات الطعام لساعات معينه، والطفل بالعموم حرك فبيحرق ممكن يشوب يفرز يتعرق فيخسر ايضا من سوائل جسمه. صح، هون نركز على موضوع السوائل قديش مهم خاصه للاطفال وللكبار اكيد. فنحن بهي الفتره الاطفال نحاول قد ما فينا انه نعطيهم الاكل المناسب بعد ساعات الصيام، لانه هن اوريدي بفتره النمو، فنحن بهي المرحله كثير ضروري عم نقدم له الكالسيوم، الفيتامينات والمعادن، البروتينات اللي ذكرتها ضرورية لبناء العظام بنفس الوقت العضلات، فنحن كتير ضروري نركز على هدول العناصر الغذائية مشان الطفل ما يعاني من أي مشاكل أو ما نعاني إنه الطفل نحف كتير أو زاد وزنه بعد شهر رمضان كريم. فنحن هون نحاول قد ما فينا يكون متابعة للطفل ونحاول إنه نركز على الأغذية الضرورية، نبعد عن المقالي السكر كتير، الحلويات الدسمة، ونحاول قد ما فينا نعطي العناصر الغذائية الضرورية. طيب خلينا نحكي عن كبار السن اللي هن أكثر يمكن عرضة اليوم للخطورة بانتشار فيروس كورونا، نحكي عن نظامهم الغذائي قديش مهم اليوم، لأنه بتعرفي أحيانا في كثير من القواعد الغذائية كبار السن ما كثير بيلتزموا فيها، خلينا نحكي عن النظام الغذائي لكبار السن وقديش فينا فعلا نلعب عليه لتقوية الجهاز المناعي. تمام، كمان كبار السن بعد عمر معين بنلاحظ إنه بيكون أكله يعني كثير قل وخف وما عاد في عندنا عبليه كبيره للاكل، فنحن هون نركز على بعض العناصر الغذائيه الضروريه لحتى الكبار بالسن ما يصير عندهم نقص خاصه بعد شهر الصيام. طبعا حسب اذا في عندهم مشاكل صحيه على اساسها نحن بنقرر اذا هو ممكن يصوم او لا. فنحن هون بدنا نركز على البي 12 الفوليك اسيد. البي 12 عاده موجود بشكل اساسي بالعناصر الغذائيه الحيوانيه مثل اللحوم الدواجن، فالشخص المسن ممكن عاده يصير عنده صعوبه بالمضغ بعد عمر معين، فممكن يعاني من نقص البي 12. الفوليك اسيد كمان من العناصر الغذائيه ممكن يعاني من نقصه. الحديد اللي هو كمان يعتبر من العناصر الغذائيه ضروريه لازم تكون موجوده لحتى نضمن انه الشخص يكون ما عم بيعاني من اي مشاكل صحيه بهالفتره. يعني طبعا اليوم عم نحكي عن معلومات كثير مهمه، ومثل ما حكينا بالبدايه هذا الشهر هو شهر فيه فتره طويله، ممكن من خلال هذا الشهر نقدر نغير عادات صحيه كثير، نقدر نستفيد كثير من فتره الصيام، وبنفس الوقت كمان بدنا ننوه انه كمان بفتره رمضان يمكن خلال هذا الوقت ناس كثير بتسأل انه نحن كمان لساتنا بجائحه كورونا، وبهي الجائحه ممكن كثير من الاوقات شو ممكن نساوي نقوي مناعتنا وبنفس الوقت نحن صرنا فتره ما عم نصوم. كثير اوقات ناس بتسأل هي الاسئله. صحيح. نور، ونفس الشيء حضرتك حكيتي ببدايه حديثك، خليني ارجع لعندك، كمان نحن ما فينا ننسى انه لساتنا بكورونا، في بعض الاغذيه مهمه نرجع نذكر الصايمين حتى فيها انه لازم تكون موجوده بافطارهم. صح، بالافطار مثل ما ذكرنا انه ادراج الاغذيه، يعني نحن ما ناخذهم فرد دفعه لانه هذا الشيء رح يكون مؤذي لصحه الجهاز الهضمي، لانه الجهاز الهضمي بعد فتره صيام طويله بده يكون عم بيعاني من جفاف، بيكون الجهاز الهضمي ضعف، العضلات ضعفت، فنحن تدريج الغذاء تدريجيا كثير رح يساعدنا على حل المشاكل عسر الهضم يلي كثير من الاشخاص، يعني انا بيجوا لعندي على العياده اول شكوى ممكن اسمعها
فيها مشاكل الهضمية، إن كان الإمساك أو الإسهال أو الأشخاص اللي بيعانوا من الكولون العصبي، ممكن هدول الشغلات تزيد بفترة الصيام. فنحن إدراج الأغذية كثير ضرورية لحتى نتجنب هدول المشاكل يلي مثل ما ذكرت الإمساك أو الإسهال. حتى نتجنبها مثل ما ذكرنا نشرب سوائل، ما نشربهم دفعات كبيرة. يعني نحن بنجي على فترة السحور بنفكر إنه نحن إذا أخذنا على فترة السحور اللترين كمية فما رح نعطش، هذا الشيء أكيد خطأ، رح يسبب لنا مشاكل خلال فترة الصيام. لا، نحن في كل الأحوال من الإفطار للسحور كل ربع ساعة إذا عم ناخذ كاسة مي الفاترة هي نحن رح نكون عم ناخذ احتياجاتنا. فنحن بهالنصائح البسيطة كثير فينا نتجنب مشاكل وبالإضافة ناخذ النتائج الإيجابية على صحتنا. هون كمان بدي ركز على موضوع الرياضة اللي كثير بنسأل عنه، يعني إمتى أفضل وقت لحتى نلعب رياضة؟ لأنه إذا بدنا نحكي كمان إنه هو شهر إيجابي أو ذهبي ويأثر إيجابا على الوزن ومناعة الجسم، أن الرياضة لازم تكون مذكورة. فالرياضة نحن بنقول ما تكون رياضة مجهدة، يعني نحن عنا بين الساعة لساعتين قبل الإفطار هو وقت ذهبي لحتى نحرق الدهون، لأنه بهي الفترة نحن فينا ناخد إنجاز أو نحرق الدهون الموجودة بالجسم. فنحن بهي الفترة شو هو الرياضة الأنسب؟ رياضة المشي أو الحركة، حتى لو نحن قاعدين بالبيت. يعني نحن قاعدين بالبيت في شيء نحن ممكن نعمله متابعة ستيبس أو حركات لحتى نحرق الدهون، أو الأشخاص اللي حابين يزيدوا كتلة عضلية فهون نحن عم نحكي عن الرياضة اللي ممكن تجي بعد فترة الإفطار بساعتين، هون نحن ممكن نلعب رياضة المقاومة. معلومات مهمة وقيمة اليوم تعرفنا عليها معك دكتورة باتيل منصور أخصائية تغذية، نتشكرك على وجودك معنا ورمضان كريم. رمضان كريم يا رب. رمضان كريم، شكرا لك. ما هلا نور رح ننتقل لمادتنا التاليه. تم تكريم الفرق المشاركه في مسابقه البرمجه الحاصلين على الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه والمتاهلين للعالميه في المسابقه التي اقيمت في مصر 2021 وذلك بجامعه دمشق. تفاصيل اوفى بتقرير زميلتنا زينب عاقل. بدايه التقدم والانجاز وبدايه الانجاز والابداع وبدايه الابداع والتميز والانفراد بالاداء. من أجل هذا تم تكريم الفرق المشاركة في مسابقة البرمجة للحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والفرق المتأهلة للعالمية في المسابقة التي أقيمت في مصر عام 2021 وذلك في جامعة دمشق. أقول لهم مبارك لهم هذا التميز، هذا الإبداع، هذا التفوق، مبارك لبلدنا الحبيبة سوريا. رغم كل الظروف والصعوبات، رغم ظروف الحصار، لكن بالإرادة بالعزيمة بالتصميم طلابنا اجتهدوا وتابعوا وتميزوا ونالوا هذه الجوائز. أهمية المشاركة مثل هذه المسابقات أن تعكس النتائج المستوى العام، أن لا تكون مجرد نتائج بارزة لمجموعة من الطلاب. بقصد التالي، نحن إذا كان الحصول على مرتبة متقدمة يعكس المستوى الحقيقي للكلية فهذه بيكون فعلا يستحق التكريم. تحضير لفرق حتى تفوق هذا علم لحاله، التحضير للتفوق هذا علم وإجراءات، لكن على التوازي أو بالأساس لازم يكون في بالأساس رفع المستوى العام، ثم يتم انتقاء بعض المتميزين من المستوى العام المرتفع أساسا لحتى يشاركوا في المسابقات. من أصل 12 فريق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 6 فرق سورية هن تأهلوا للدولة، يعني 50% من الفرق. التقدم اللي عملته الجامعات السورية خلال 11 سنة مشاركتها بالمسابقة هو أنا قلت سابقا يعني يكاد يرقى إلى مرحلة مو الإنجاز الإعجاز. يعني طبعا هذا كله أنا برأيي كمراقب وكممثل للجهة الإقليمية بعتقد بيعود الفضل فيه الاهتمام القيادة السياسية والإدارية والعلمية الموجودة بسوريا بهي الكوادر اللي هي بعتقد هي يعني كنز المستقبل. يعني سوريا السنة كانت كيف بدي أقولها كاس حد دني. من أصل 12 فريق متأهل في 6 سوريين، من أصل 12 هلأ المتأهلين مضرر يكون كلهم حاجزين على ميداليات، من أصل 12 ميدالية كمان كان في 6 سوريين. مسابقة كتير حلوة، كتير بتفيد، بتأمن لي فرص عمل زيادة، بتعرفنا على مجتمع كتير مرتب كتير منيح، وكمان في طلعات وفوتات. يعني الموضوع ما انه بس يعني الواحد لازم يتعب بس راح يلاقي النتيجه. بالنسبه للفرق السوريه المشاركه هالسنه كان
ترتيبا تقريبا هو هي افضل مشاركه لسوريا بالنسبه للمسابقه العربيه. حصلنا على 6 ميداليات من من اصل 12، واحده ذهبيه، 2 فضيه، و3 برونز. هلا للاسف نحن ما قدرنا نتاهل بسبب قوانين المسابقه انه من اصل جامعه واحده ما فيك تاهل غير فريق واحد. هكذا كرمت جامعه دمشق طلابها لدعم العلم والبحث العلمي ولرعاية الإبداع من الطلبة السوريين ليرفعوا اسم سوريا عاليا. مثل ما تابعنا تكريم الفرق السورية الحائزة على ميداليات النهائي لمسابقة البرمجة لعام 2021، نتعرف أكثر على المسابقة والظروف وهالإنجاز اللي دائما الشباب السوري بيفاجئنا فيه عبر جميع المسابقات يمكن في سوريا وعلى مستوى العالم. معنا المهندس سعيد سراحين، أستاذ في جامعة دمشق. بدي أقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك وألف مبروك، ونحن سعيدين فيك وسعيدين به هي الجوائز اللي حصلتوا عليها. شكرا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. اول شيء مبروك لكل الفائزين والمكرمين. خلينا نبلش من حفل امس ونحكي شوي عن الجوائز اللي قدمت بالامس للفرق المشاركه. هلا هو حفل امبارح كان بشكل اساسي لتكريم فرق جامعه دمشق، بس عزمنا كمان عليه باقي الفرق السوريه. حضر الحفل الدكتور وزير التعليم العالي، دكتورة دارين، أعضاء من الهيئة التدريسية ومدى الكليات، ودكتور طارق ممثل الجهة الإقليمية للمسابقة. فكان الحفل بحضور الطلاب طبعا الأساس اللي مشاركين، ولكل فريق في مدرب معنا بيكون، فكان كمان بحضور المدربين اللي تواجدوا. الحفل نظمته جامعة دمشق وعطوا لكل طالب أو مدرب جوائز وشهادة مقام السيد الوزير. نقول لهم ألف مبروك مرة تانية. خلينا نحكي عن المراكز اللي حققتها الفرق السورية بمسابقة مصر. هلا الفرق السورية هو بشكل في نوعين من الجوائز المسابقة. هلا المسابقة بشكل عام في أول عدد من الفرق هو بيتأهلوا على المسابقة اللي بعدها اللي هي على مستوى المسابقة العالمية. فنحن من سوريا شاركت 6 جامعات بالمسابقة، كل جامعة كان عندها كذا فريق، فكل جامعة من هدول الست جامعات قدرت تتأهل فريق على المسابقة العالمية. نحن عندنا من المسابقة العربية هلا شاركوا 6 جامعات سورية، طلعوا على المسابقة العالمية فريق من كل جامعة سورية، طلعوا 6 فرق سورية. فهي أول نوع من المراكز اللي حققوها. هلا النوع الثاني هو الميداليات اللي بتصير أو المراكز بشكل عام. هلا نظام المسابقة هو على الشكل التالي، انه اول 4 فرق على المسابقة هن ميدالية ذهبية، ثاني 4 فرق فضية، ثالث 4 فرق برونزية. فسوريا قدرت تحقق ميدالية فضية، كان الفريق من جامعة دمشق المركز الثاني، بعدين 3 ميداليات فضية مراكز 5 و7 و8، بعدين ميداليتين برونزيتين كانوا مراكز 10 و11. طيب خلينا نحكي اليوم، يعني طبعا في مستويات متعدده مثل ما حضرتك حكيت، وسمعنا كمان بالتقرير انه تقريبا فوق ال 12 ميداليه توزعت بمصر، وكان في حصه وفيره منها لسوريا. خلينا نحكي عن هي الحصه والترتيب اللي كان موجود. تمام، هو مثل ما حكينا انه الميداليات بصيروا اول 4 فرق ذهب، ثاني 4 فرق فضه، ثالث 4 فرق برونز، فهن 12 ميداليه فعليا. فسوريا كان لها ذهبيه، 3 فضيات، برونزيتين، فهو 6 من اصل 12، تقريبا نص الميداليات. رقم مانو سهل اكيد. اكيد الحمد لله. فتقريبا نص الميداليات كانت من حصه سوريا. هلا طبعا بتمنى ان شاء الله بالسنين الجايه يصير رقم اكبر واكبر ان شاء الله. ان شاء الله يعني. طيب خلينا نحكي، مثل ما قلنا هي تراتبيه المسابقه، بعد هي المسابقه تم ترشيح 6 فرق سوريه للمسابقه العالميه. نحكي عن ظروف المسابقه العالميه، شروطها وامتى الموعد. هلا المسابقه العالميه هو اللي صار صراحه، نحن المسابقه اللي صارت الموسم الماضي الفرق اللي تأهلت على المسابقة العالمية هو كان يفترض تصير بالشهر الثالث من سنة 2001، يعني هلا بداية السنة، بس اللي صار انه نظرا لأزمة الكورونا وكذا فتم تأجيل المسابقة. فنحن حاليا عندنا مسابقتين عالميتين جايين ورا بعض، هي واحدة المأجلة وواحدة اللي تأهلوا عليها الفرق هلا. هلا المسابقة اللي مأجلة هي رح تصير بشهر 11 بموسكو، المسابقة اللي حاليا تأهلنا عليها هي رح تصير بالشهر الثالث من السنة الجاية 2022 ببنغلاديش. المسابقة اللي رح تصير بنغلاديش ومثل ما حكينا تأهلوا عليها 6 فرق سورية، فريق من كل جامعة سورية، جامعتنا
دمشق، حلب، تشرين، البعث، المعهد العالي وجامعة افتراضية. كمان بدي أسألك، يعني اليوم أنت قلت أنه نحن أخذنا 6 ميداليات من أصل 12، طبعا في عدد من الدول مشاركين، مانو بس سوريا ومصر اللي كانوا موجودين. كم دولة كانت مشاركة؟ وبالتالي هذا بيعكس قديش رقم 6 هو رقم له قيمة كبيرة. يعني أكيد هلأ المسابقة اللي نحن شاركنا فيها هي كانت بمصر بالأقصر، هي كانت بتمثل مسابقة الوطن العربي وأفريقيا، فدول الوطن العربي وافريقيا كانت مشاركه المسابقه. هلا في دول هالسنه ما قدرت تشارك نظرا لظروف الكورونا وقيود السفر وهيك، بس قسم كبير من الدول كان مشارك معنا. عاده بالمسابقه اقوى يعني اكثر مراكز بتحققها سوريا ومصر والاردن، العدد بيحتلوا، فهالسنه منيح سوريا قدرت تاخذ اكثر ميداليات بالمسابقه. طيب قلت حضرتك انه كمان هي تم تأجيل المسابقة العالمية من السنة الماضية بسبب الظروف الحالية، بسبب اجتياح فيروس كورونا العالم، كم فرقة سورية كمان رح تشارك بالمسابقة الأخرى؟ هلا بمسابقة موسكو في على ما أذكر 3 أو 4 فرق، ما بتذكر في من دمشق، في من البعث ومن الجامعة الافتراضية. رح نتابع حديثنا مع حضرتك استاذ سعيد، بس هلا بدنا ننتقل لوزاره الصحه مع موفد الاخباريه السوريه والتفاصيل. نبدا، تسمحوا لي ابدا؟ اوكي الباب اذا بتريدوا بس. السيدات والسادة، السيدات والسادة، يسرني ان ارحب بكم في وزارة الصحة اليوم لاستقبال أول دفعة من لقاح كوفيد 19 والتي تبلغ 203,000 جرعة، وذلك في إطار ما سيتم توريده للجمهورية العربية السورية عن طريق مرفق كوفاكس الذي يهدف لتأمين اللقاح لـ 92 من الاقتصادات المنخفضة الدخل باعتباره الآلية متعددة الأطراف الرئيسية لضمان وصول اللقاحات بشكل عادل والتوزيع العالمي لهذه اللقاحات وفي الوقت المناسب. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال للطفولة اليونيسيف على كل ما بذلوه من جهود خلال الأشهر الماضية في سبيل العمل على وصول اللقاحات إلى الجمهورية العربية السورية. والشكر موصول كذلك لسعادة سفير جمهورية الهند بدمشق على كل ما قدمه من دعم لتسريع إنتاج وتوريد هذه الكمية من اللقاحات من الدفعة الأولى للوصول لمواطني الجمهورية العربية السورية. وأثمن عاليا دعم جمهورية الهند الصديقة لسوريا، ونتطلع دائما لتعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين. وإذ أؤكد في هذا الإطار على أهمية عمل المجتمع الدولي لتوفير اللقاح والتخفيف من آثار الوباء خلال استجابة عالمية منسقة تقوم على أساس التعاون المتعدد الأطراف والتضامن واحترام حقوق الإنسان. وأشير هنا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه المنظمات لدعم موقف الجمهورية العربية السورية المطالب برفع العقوبات القسرية أحادية الجانب والتي تعيق تقديم الخدمات الصحية الأساسية لا سيما في ظل جائحة كوفيد 19 والتحديات المالية التي تواجهها البلدان النامية ومنها سوريا في هذه الأزمة. وأؤكد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لاستكمال توريد اللقاح إلى سوريا في الوقت المناسب
لضمان فعالية تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد وباء كوفيد-19، والتي تستهدف بالدرجة الأولى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمسنين وذوي الأمراض المزمنة. أرحب بكم مجدداً وشكراً لحضوركم. أما هلأ مشاهدينا منتابع رحلتنا الصباحية الرمضانية معك أستاذ سعيد، وكنا عم نحكي يمكن تحت الهواء قديش صار في حيز كتير كبير للمسابقات البرمجية اليوم مع تطور العصر، وقديش فعلا في عنا إمكانيات شابة عم تتم رعايتها بشكل صحيح والتوجه لمسابقات عالمية. هلأ هو صراحة اللي صاير حاليا بشكل عام بالعالم وعنا بسوريا أنه حتى الاطفال بعمر صغير عم يحاولوا انه يدخلوها بمجال البرمجه. هلا الاطفال بعمر صغير احيانا بيكون صعب شوي عليهم انه هن يستخدموا البرمجه بنفس اللغات اللي بنستخدمها مثلا كشغل او هيك، ففي توجه مثلا حاليا للغات برمجه هي للاطفال خصوصا بعمر صغير، انها بتكون ابسط واسهل. فللاطفال بعمر صغير بتلاقي في اللي بده يتعلم برمجه في بيلاقي كيف يمشي فيها، بعد هيك وقت نوصل لمستوى المدارس في بتصير في الاولمبياد المعلوماتيه، الطلاب بتشارك فيه بالمسابقات، بعد هيك بالجامعه في هلا بالجامعه بصير علم انه برمجه بحد ذاته، وبنفس الوقت المسابقات اللي كانت على الاولمبياد او للاولاد الصغار بتضل نفس المبدا تقريبا، بس تنتقل لغير يعني بتصير تابعه على غير جهه. وهون كان بدي اسالك، يعني اليوم نحن لما بنحكي عن الاولمبياد كفكر بشكل عام، ان كان الاولمبياد العلمي او حتى اولمبياد البرمجي، هو بيشتغل على تغيير تفكير الطالب بالماده الدراسيه نفسها اللي عم يدرسها او حتى اللي عم يشتغل على تطويرها. بعتذر انا اسفه من حضرتك، بس نحن بدنا نرجع مره ثانيه لوزاره الصحه ونتابع معكم بعض التفاصيل مع مفادة الاخباري. شحنات أخرى قريبا، وأنا واثق من أن هذه اللقاحات المدعومة من كوفاكس ستساهم بشكل كبير في خطة اللقاح المعتمدة من قبل الحكومة السورية، وأنا أود أن أقدم شكري لكل للجهود المتواصلة من قبل جميع الوكالات المشاركة في إنجاح هذه المهمة الإنسانية العظيمة. الأصدقاء كما السيدة السادة والسيدات كما تعرفون أن الهند منذ أن بدأت حملة اللقاح في بلدان أخرى أصرت باستمرار في جلسات مجلس الأمن الدولي على إعطاء الأولوية لبرنامج اللقاح في سوريا، وتماشيا مع النداء الواضح الذي أطلقه رئيس وزراء الهند المتمثل باللقاح للجميع، أعرب ممثلنا الدائم لدى الأمم المتحدة أن استعداد الهند للعمل مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان إمكانية تقديم اللقاحات لمساعدة ومغادرة شعب السوري الصديق. ومن جانبها تواصل الهند الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة، وبالإضافة إلى مشاريع التعاون التنموي ومبادرات تنمية الموارد البشرية في سوريا، لا زلنا نقدم المساعدات الإنسانية لسوريا. وأنتم تذكرون أنه في شهر حزيران العام الماضي قدمنا، وكانت أول شحنة، قدمنا 10 أطنان من الأدوية للشعب السوري الصديق لمساعدته على تجاوز جائحة كوفيد. وفي الشهرين الماضيين في شباط وآذار من هذا العام قمنا بتسليم 2000 طن من الرز الهندي استجابة للطارية أو للمساعدة الإنسانية في سوريا. وأود أن أختم بتأكيد عزم الهند على مساعدة الشعب السوري الصديق ومواصلة تقديم كل الدعم الممكن له على المستوى الثنائي وعلى المستوى الدولي، وشكرا جزيلا.
معالي السيد وزير الصحة، السيدة مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بدمشق، سعادة سفير الهند بدمشق، السيد ممثل اليونيسيف بدمشق، السيدات والسادة الحضور، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المنظمات والهيئات والجهات في سوريا المعنية في سوريا على استقبال الدفعة الأولى من لقاح كوفيد 19. لقد دعمت سوريا منذ البداية جهود ونداءات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بمكافحة وباء كوفيد 19، لا سيما منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت جميعها على ضرورة حصول كافة الدول على اللقاح ضد هذا الوباء بطريقة عادلة ودون تمييز، وأن لا يكون هذا اللقاح حكرا على الدول الغنية فقط، وأن لا يساء توزيعه. لقد قامت وزارة الخارجية والمغتربين بمتابعة كافة مراحل تأمين وصول هذا اللقاح إلى القطر بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال تنسيقها المستمر ومتابعتها لهذا الموضوع مع وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بدمشق، ومن خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك. على الرغم من كافة الضغوطات والمعوقات الناجمة عن الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا والتدابير القسرية أحادية الجانب التي فاقمت معاناة الشعب السوري، لا سيما في حصوله بشكل كامل على الغذاء والدواء والوقود وغيرها من متطلبات الحياة. ورغم تأخر هذه الدفعة من اللقاحات، إلا أننا نشكر كل الجهات التي قامت ببذل ما بوسعها لتأمينها، مع تأكيدنا بأنها لن تكون الدفعة الأخيرة، حيث ستواصل وزارة الخارجية والمغتربين العمل مع كافة الجهات والمنظمات الدولية المعنية بما فيها الدول الصديقة لمتابعة استجرار اللقاح حتى يتم تطعيم كل الشعب السوري في كافة المحافظات بدون أي تمييز، وذلك وفقا للقواعد والمعايير الفنية التي وضعتها وزارة الصحة، وبشكل يدحض الادعاءات والكذب والدجل الذي روجت له بعض القوى المعادية لسوريا بهذا الخصوص بأن المساعدات الإنسانية والطبية لا تندرج تحت الإجراءات القسرية أحادية الجانب. اسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب لجمهورية الهند الصديقة ومن خلال سعادة السفير بدمشق عن امتناننا للعلاقات الجيدة والممتازة بين الشعبين والحكومتين في البلدين، وكافة المساعدات التي قدمتها الهند خلال الفترة الماضية للشعب السوري وللحكومة السورية. وأؤكد على ما تفضل به بأن مستوى التعاون والتنسيق بين بلدينا في المحافل الدولية هو على أعلى المستويات بما يخدم مصلحة بلدينا وشعبينا. شكرا جزيلا. Your Excellency, Dr. Hassan Al-Gabash, Minister of Health, my colleague UNICEF representative and acting UN resident coordinator and UN humanitarian coordinator, Mr. Victor Bo, Your Excellency Hafizur Rahman, Ambassador of India to the Syrian Arab Republic, Excellency Mr. Milad Atiyeh from Ministry of Foreign Affairs, representatives from UN organizations, international and national organizations, media, colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. This is maybe clear. Yes. معالي السيد وزير الصحة دكتور حسن غباش، زميلي ممثل يونيسف منسق الأمم المتحدة المقيم بالنيابة بو فيكتور، سعادة السفير حفظ الرحمن سفير الهند في الجمهورية العربية السورية، السفير ميلاد عطية من وزارة الخارجية، السادة ممثلو المنظمات الدولية والأمم المتحدة، أصحاب السمو السيدات والسادة. At the beginning of 2020, the world and we are all have woken up to a new reality. Nobody thought that the new pandemic will strike us again after 100 years
since 1918, which was caused by influenza H1N1 virus and took 50 million lives and infected 500 million people. 100 years later, with all the social advancement, economic growth, and the knowledge we have acquired, we were not able to face the new pandemic caused by coronavirus. في بداية العام 2020 استيقظ العالم على واقع جديد حيث لم يعتقد أحد أن هذا الوباء سيعود للظهور مجددا بعد ما ظهر بعام 1918 إلى 1920 وبعد 100 سنة صراحة لم نكن مستعدين لمواجهة هذا الواقع رغم كل التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجميع المعرفة التي اكتسبناها. Today there are 142 million infected people. Over 3 million lives lost due to COVID. Economic collapse is staggering. Millions of people across the globe have lost their livelihoods. COVID has touched every country. It touched every family. And the virus continues to spread in its various forms, affecting younger and stronger populations. لدينا اليوم أكثر من 142 مليون حالة مؤكدة لكوفيد-19 فقدنا أكثر من 3 ملايين شخص الاقتصاد مترنح وفقد الملايين من الناس سبل العيش لقد أثر كوفيد-19 على كافة البلدان والعائلات ولا يزال ينتشر بسرعة وتقريبا ما في عائلة بالعالم ما تأثرت بهذا الموضوع. This pandemic happened when the world has been shifting its attention to non-communicable diseases. In fact, the high burden of non-communicable diseases and people with comorbid conditions like diabetes, cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases were the first victims of COVID-19. لقد حدث هذا الوباء في الوقت الذي كان في المجتمع الدولي يصب اهتمامه على الأمراض غير المعدية غير السارية. والواقع أن عبء هذه الأمراض مرتفع أساساً والأشخاص الذين يعانون من أمراض مترافقة كانوا هم أول ضحايا هذا الفيروس. COVID-19 has taken lives indiscriminately, men and women. The frontline health workers, those who save lives of many, continued carrying the highest risk of COVID transmission and continued to be on a call of duty every day, risking their lives. لقد سبب COVID-19 الموت للنساء والرجال على حد سواء بدون تمييز ولا يزال العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية الذين أنقذوا حياة ملايين من البشر في هذه المعركة هم يتعرضون لأكبر خطر من انتقال COVID-19 ولا يزالون يلبون نداء الواجب رغم كل هذه المخاطر. Now it makes all more importance to vaccinate frontline workers and health workers. In Syria, as well across the globe, WHO strongly recommends vaccination and prioritizing vaccination for high-risk groups. For them, especially health workers, for them to be protected so they can continue saving lives of the many in the society. This is in line with the recommendations of the World Health Organization Strategic Advisory Group of Experts on Immunization for Vaccine Prioritization. الأمر الذي هو في غاية الأهمية أن يتم تطعيم هؤلاء العاملين الصحيين أولاً وتوصي منظمة الصحة العالمية في العالم وفي سوريا كما هو الحال يعني في جميع أنحاء العالم بتطعيم هذه الفئة الأشد خطورة أو الأشد عرضة للخطورة أولاً من أجل حمايتهم حتى يتمكنوا من مواصلة إنقاذ حياة بقية الناس في المجتمع ويتماشى ذلك مع توصيات فريق الخبراء الاستشاري في منظمة الصحة العالمية فيما يخص تحديد أولويات اللقاح. While the global community, scientific community, international entities have made their efforts to mass produce vaccines, the vaccines still remain a very precious commodity. There are currently hundreds of vaccine candidates in different stages of trial. When the prerequisite stages are completed, the vaccine dossiers are submitted to the World Health Organization for review and approval for emergency listing. Currently, there are 19 vaccines which are being reviewed by WHO, and 4 of them have been approved.
AstraZeneca is one of the four vaccines approved by WHO emergency use listing and was made available by the COVAX facility under the advanced market commitment to the widest number of countries across the globe. وهناك حاليا المئات من اللقاحات في مراحل مختلفة من التجربة ومع اكتمال الشروط الأساسية يتم تقديم ملفات اللقاحات إلى منظمة الصحة العالمية لاستعراضها والموافقة على إدراجها في قائمة المنظمة للاستعمالات الطارئة ويوجد حاليا 19 لقاح قيد الاستعراض من جانب منظمة الصحة العالمية وتمت الموافقة على 4 لقاحات الأسترازينيكا هو أحد هذه اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية وأتاحها مرفق كوفاكس في إطار الالتزام المسبق لأكبر عدد من البلدان. Everyone can and should contribute to the fight against COVID. كل شخص له دور في المعركة ضد كورونا فيروس COVID-19. There are unprecedented efforts for vaccine production. Yet the vaccine quantities produced are still not sufficient for everyone, for entire humanity, and access to it gets prioritized. Vaccine equity remaining the main concern. We are hoping that in collaboration with COVAX, UNICEF, Gavi, we will be able to secure more vaccines to meet the national deployment and vaccination plan in Syria and contribute towards the global fight against COVID-19. ومع ذلك فإن كمية اللقاحات المنتجة لا تزال غير كافية للبشرية كما أن هناك إمكانية الحصول عليها يعني تحظى بأولوية ومنافسة بين البلدان ولا يزال الإنصاف في اللقاحات هو الشاغل الرئيسي ومن خلال التعاون مع مرفق كوفاكس والتحالف العالمي للقاحات غافي واليونيسيف نأمل أن نتمكن من تأمين المزيد من اللقاحات لتلبية الخطة الوطنية للتلقيح والتطعيم في سوريا والإسهام في مكافحة كوفيد-19 على الصعيد العالمي. When talking about COVAX facility, I am very grateful for many countries, member states, governments across the globe who have made it possible to back up financially this accelerated development and distribution of vaccines. وبالحديث عن كوفيد-19 أنا ممتن لجميع الدول الأعضاء والحكومات التي تقف وراء هذه المبادرة العالمية والتي التزمت بدعم مالي استثنائي من أجل التسريع في عملية الإنتاج والتوزيع بغية تحقيق المساواة في التوزيع والوفرة في جميع أنحاء العالم. I would like to thank the Indian government and for its generosity in advancing February 2021 batch of vaccines for Syria and sending 203,000 doses of precious vaccines. And I would like to thank also for Indian ambassador for his presence in this ceremony. وأود أن أشكر على وجه الخصوص الحكومة الهندية على سخائها في تخصيص حصة شباط 2021 من اللقاحات لسوريا وإرسال 203,000 جرعة من اللقاحات للشعب السوري وأشكر السفير الهندي على حضوره اليوم في هذه المناسبة. The government of Syria, Ministry of Foreign Affairs of Syria, the Ministry of Health of the Syrian Arab Republic planned for months together with WHO and UNICEF methodically writing a national deployment plan and vaccination plan and thoughtfully creating micro plans for equitable distribution of vaccines across its all governorates. The Syrian National Vaccination Platform is one of the strongest public health programs in the region. This platform and its institutional memory serves the best purpose for rolling out of COVID-19 vaccines. الحكومة السورية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية ووزارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف تم وضع خطة وطنية لتوزيع اللقاحات بشكل منهجي وإنشاء خطط مصغرة للتوزيع المنصف للقاحات في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية ويعتبر برنامج اللقاح الوطني في الجمهورية العربية السورية من أقوى برامج الصحة العامة في المنطقة وهو بتاريخه المؤسساتي سيساعد في تحقيق الهدف المتمثل في نشر لقاح كوفيد-19. Nothing is easy and the road ahead is full of challenges. But with determination, solidarity, being hand in hand, joining efforts for local implementation and immunization in each setting across Syria, we should be able to make the best use of available vaccines in every governorate and
vaccines, which is the best public health interventions to curb ongoing epidemic and pandemic and save lives. يعني الأمر أمامنا ليس سهلا والطريق لا يخلو من التحدي ولكن بالتصميم والتضامن والجهود المشتركة من أجل تنفيذ التلقيح في جميع أنحاء سوريا سنتمكن من الاستفادة القصوى من هذه اللقاحات المتاحة على أفضل وجه وهو أفضل تدخل في مجال الصحة العامة لكبح وباء المستمر وإنقاذ الأرواح شكرا جزيلا مثل ما تابعنا نور ومع مشاهدينا وقاع المؤتمر الصحفي اللي عقد بوزارة الصحة طبعا عن تسلم الدفعة الأولى المقدمة من لقاحات فيروس كورونا من المنصة العالمية للقاح كوفاكس طبعا تسلمت سوريا 203,000 جرعة من اللقاح ورح نرجع نكفي أكيد صباحنا غير. أكيد رح نرجع نتابع رحلتنا الصباحية الرمضانية معك أستاذ سعيد وبالختام خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمة والمسابقات القادمة خلال هاي السنة هلا نحن بصراحة مقسومين بصراحة بين شغلتين هلا أولا بدنا في الفريق اللي تأهل من كل جامعة بدنا نحضر هاي الفرق للمسابقة العالمية هو في قدامهم سنة تقريبا أقل شوي فيفترض منيح لحتى نجهز الفرق للمسابقة العالمية بنفس الوقت نحن مضطرين بسبب الانزياح اللي صار فنحن مضطرين نبلش الموسم الجديد للمسابقة فهلا حاليا كمان بنفس الوقت كل جامعة لازم تبلش تحضيرات للموسم الجديد لأن نحن عنا بصير المسابقة على مستوى الجامعات بعدين الدولة بعدين المنطقة بعدين العالمية فهلا بما انه خلص الموسم اللي قبل وتأهل الفريق على المسابقة العالمية نرجع نفتتح الموسم الجديد اللي هو ببلش بمسابقة الجامعات فحاليا تحضيراتنا مقسومة بين هدول الشغلتين مضاعفة جهودكم هي السنة أكيد بدنا نشكر وجودك معنا ونرجع مرة ثانية نذكر بكل طبعا الميداليات اللي أخذتها سوريا بالمسابقة ونقول مبروك على 6 ميداليات من أصل 12 إنجاز سوري مهم مثل ما تعودنا منكم شكرا كثير لك شكرا يعطيك العافية نتشكرك أكيد نتمنى لكم التوفيق بالمسابقة العالمية وإن شاء الله يا رب هيك نرجع بجوائز مهمة مثل ما عودتونا شكرا كثير لكم شكرا يعطيك العافية اهلا وسهلا نور رح ننتقل لريف حما ونتعرف على احد الماكولات الشعبيه التقليديه اللي تقدم برمضان النموره السلمونيه ضايقتي قبل بمره لا بس بحس انه النموره بالذات هي كل محافظه بتشتغلها بطريقتها يعني تماما في النموره بالنبك النموره بحلب النموره فكل محافظه عندها لمسه سحريه رح نتابعها اكيد اكيد يمكن كل مثل ما قالت نور كل محافظه بتتميز بتزيين النموره وبعض الاضافات الخاصة اللي هي اصلا تتشكل من السميد، خلينا نتعرف على النمورة السلمونية مع مراسلنا طبعا محي الدين فهد. تكثر الحلويات المميزة والشهية في شهر رمضان المبارك، ومنها النمورة السلمونية وهي حلويات شرقية تحضر من السميد بشكل اساسي وتختلف طرق تحضيرها وتزيينها بين منطقة وأخرى. النمورة السلمونية هي أحدى الحلويات العربية في مدينة السلمية توارثناها من أبائنا وهي مؤلفة من السمن والسكر وماء وسمن مكسرات نقوم بتحضيرها على الشكل التالي قبل 24 ساعة نحضر العجينة المؤلفة من السميد والسكر والماء بعد 24 ساعة تمد هذا العجين في صدر يتناسب بكمية العجين حيث يدهن صدر بالسمنة ويوضع الكمية فوق المكسرات فوقها بشكل متناسب ومن ثم نضع المكسرات ثم توضع بالفرن لمدة ربع ساعة ويكون القطر جاهز ليسكب عليها وتصبح جاهزة لتناولها عند مائدة الإفطار وإن هذه النمورة لها شعبية كبيرة لدى أهالي مدينة السلمية وعليها إقبال كبير بسبب مذاقها اللذيذ ولونها الجميل وهي المأكولات الرمضانية المرغوبة لدى الأهالي على مائدة الإفطار وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك أينما مررت في شوارع مدينة السلمية لابد أن تلحظ رائحة الحلويات التي تصنع لتقدم على مواعيد شهر الفضيل للأخبارية السورية
محي الدين فهد. اما هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الطبيه لليوم. مع فتره الصيام لساعات طويله يمكن الجسم بيفقد كثير من السوائل، وهيدا الشيء ممكن يؤدي لحاله جفاف او بعض الالتهابات بالمسالك البوليه. خلينا نحكي اكثر عن الالتهابات مع الدكتور الاختصاصي، مع دكتور عفوا معتز شويش، اختصاصي في الجراحه البوليه والتناسليه واستشاري ومشرف في مشفى المواساه الجامعي. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، رمضان كريم علينا وعليكم. يا رب صباح الخير. ينعاد عليك دكتور معتز. يعني حكينا بالمقدمه، قالت نور انه يمكن السيدات بيكونوا عرضه اكثر للاصابه بالالتهابات المسالك البوليه برمضان بسبب التجفاف لفتره طويله، ليش هن الاكثر عرضه؟ هلا بشكل عام نحن لازم نفهم نقطه معينه. هلا الصيام الصحيح اللي هو الانسان لما بيصوم طوال فتره الصيام، بعد نهايه الصيام ببدايه الافطار يبلش يشرب مي بشكل منتظم، بحيث انه يشرب على الاقل كاسه او كاستين كل ساعه ساعتين لوقت السحور. هذا ما بيكون عنده اي عوامل زياده بالاصابه بالالتهابات البوليه، لانه النقص اللي صار خلال الصباح هو عوضه بعد الافطار. هلا الناس اللي عندها عاده انه ما تشرب مي من قبل الصيام وتابعت بالموضوع ما بعد الصيام، هدول طبعا اضافه الى انه هن عوامل خطوره عندهم عاليه لاصابه بالالتهابات البوليه، التجفاف بيعطيهم علامة زائد إضافية إنه يصابوا بالالتهابات فيما بعد. على موضوع النساء بشكل عام هو غالبا له علاقة بالهرمونات، سواء خلال فترة ما بعد فترة اليأس ما بعد انتهاء الدورة الطمسية، أو خلال مثلا طبيعة حياتها ستايلها بشكل عام، كيف بتعيش، كيف بتشرب، كيف تتحرك بهالحياة، كيف تاكل، كيف تشرب، الحوامل، النساء السكريات كمان، هدول لازم ينتبهوا أكثر من غيرهم لهالموضوع. إضافة إلى الناحية التشريحية عند النساء، أنه قرب خروج يعني منطقة البول عندهم قريبة جدا من منطقة خروج البراز، فهي المنطقة القرب هذا التشريحي تبعهم كمان يعني بتعرضهم أكثر من غيرهم أنه يصابوا بهالالتهابات بشكل عام. إضافة مثل ما حكينا العوامل الأخرى، طبيعة الغذاء، التجفاف، قلة السوائل، طبيعة الحياة، يعني القصص كلها مع بعضها هي بتخلي الالتهابات البولية عند النساء تحدث أكثر من عند الرجال. دكتور يمكن قلت نقطة كثير مهمة ببداية حديثك، هو الصيام الصحيح بالعكس بيساعدنا نوعا ما يمكن لتنظيم الحالة الصحية للجسم، وأساسا بيساعد لطرد السموم من الجسم، بس في يمكن كثير من الأخطاء الشائعة كثير من الناس بترتكبها. خلينا نحكي عن بعض هاي الأخطاء الشائعة صحيا لنقدر نتجنبها، لحتى أنا مثلا ما يصير عندي بعض الالتهابات ويصير في عندي مشاكل صحية. هلا بشكل عام مثل ما حكينا اكدنا على الموضوع خلال نحن عم ناكد على موضوع الصيام وعلاقته بالالتهابات البوليه. صحيح. هلا بشكل عام اهم شيء موضوع الشرب هو اكثر شيء بياثر علينا. هلا الصيام بشكل عام حسب اخر الابحاث بتقول لك هو عباره عن اعاده برمجه لكل خلايا الجسم، بحيث انه اذا كان في عندي خلايا خبيثه او كان في عندي خلايا عم تنقسم بشكل غير طبيعي او كان في خلايا سميه موجوده داخل الجسم، فخلال المرحله اللي بيكون فيها الانسان صائم عنده الجسم وقت انه يتجه لهالخلايا وينظف كل هالسموم ويطلعها لبرا. فهو بالعكس الصيام هو عباره عن اداه للتخلص من السموم والتخلص من الالتهابات حتى على المدى البعيد. ولكن العادات اللي نحن للاسف نحن بنشتغل عليها خلال فتره الصيام هي العادات اللي بتخلينا نوصل لمرحله الصيام او ما بعد الصيام وتعمل مشاكل بعدها، اللي هي انه مثل ما حكينا اول شيء انه ما بنشرب مي بعد الصيام، او بنتجه مباشره للمحاليل السكريه العاليه، قمر الدين، تمر هندي، ما بعرف شو، هي الشغلات اللي فيها سكريات عاليه. هي السكريات العاليه غير انه بتعطي انذار سيء للبنكرياس وبتعمل سكري على المدى البعيد، كمان بتحرض النمو الجرثومي، يعني بصير في خلل غير طبيعي داخل الجهاز المناعي داخل الجسم، بحيث انه بتقوي الجراثيم على المدى البعيد وبتعمل له التهابات فيما بعد. ثاني شغله نوعيه الاكل اللي احنا عم ناكله، حتى اذا كان في كثير مأكلات دسمه اكثر من الخضار والفواكه، خاصه الحاويه على الفيتامين سي. الفيتامين سي هو عباره عن مضاد اكسده داخل الجسم بيمنع الالتهابات في اي مكان، ليس فقط في الجهاز البولي. فنحن لما نكثر الخضره والفواكه ونقلل المواد الدسمه خلال فتره الصيام، يعني غير انه جسمنا بيحافظ على رونقه وتوازنه، كمان بيقوي جهاز المناعه عنا وبيخلي مضادات الاكسده تشتغل بشكل قوي جدا، بحيث انه هي حتى بتمنع الالتهابات البوليه على المدى البعيد وحتى كل الالتهابات بالجسم. نعم.
كمان يعني دكتور مثل ما انت قلت خلال فترة الصيام الجسم قادر انه هو يتخلص من السموم. خلينا نحكي اليوم موضوعنا الاساسي هو التهابات المسالك البولية اللي بتنشأ بسبب التجفاف. الاعراض الابرز لكيف نحن بنكتشف هذا الموضوع وشو المفروض نتصرف، شو الاجراءات؟ يعني في ناس مثلا بتعمل تحاليل، شو التحاليل لازم تساويها لحتى طبعا تروح لعند الطبيب وتعرف شو تتصرف بهالوقت؟ هلا الاعراض طبعا لها علاقه بالعمر، يعني الاعراض عند الطفل غير الاعراض عند النساء، غير الاعراض عند الرجال. الاعراض عند الطفل، الطفل دائما بيبكي ما بتعرف شو القصه، فدائما الام هي بدها تنتبه لموضوع الطفل كيف موضوع التبول تبعه. هلا بشكل عام ما دام الطفل عم يقدر يشرب ويقدر يبول ويقدر يطلع البراز بشكل كويس فهو في حاله طبيعيه كويسه. لما بتلاحظ الام انه بلش الحليب ينقص، ما عم ياخذ الحليب بشكل كويس، البول ما عم يطلع بشكل كويس، عم يصير الم بطني، عم يبكي الولد بدون سبب، في بالليل بيبكي، فانا هون بتوجه انه في عندي مشكله. عند النساء بتلاحظي اكثر عرض بيكون عندهم هي الحرقه البوليه، الدخول متكرر على الحمام، الالم اسفل البطن. عند النساء الصغار بالعمر بتكون الاعراض اقوى وشديده جدا بحيث انه احيانا بيطلع دم مع البول، فبترتعب المدام او الانسه وبتتجه بشكل مباشر على الطبيب تقول له دكتور انا نزل لي دم، وهذا طبعا بيكون غالبا هو عرض من اعراض الالتهاب البولي عند الصغار بالعمر. طبعا عند الكبار بالعمر خروج الدم بده استقصاءات اخرى، فوق ال 40 سنه لازم ناخذ الموضوع بشكل جدي اكثر من النساء الصغيره بالعمر. طبعا اذا طول ما الالتهاب في الطرق البوليه السفليه وهو اغلب الحالات، فما عندي حراره بالجسم، ما عندي الام بطنيه شديده جدا، لكن بمجرد ما اتجه عند النساء باتجاه الكلي وهو الغالب صراحه بيصير في عندها حراره 39 40 سنه، عروقات، رجفان، بتحس حالها تعبانه كثير، بحيث انه بتحس المريضه عن جد صارت تعبانه بحاجه للدخول للمشفى واستخدام مضادات الحيويه عن طريق الوريد. عند الرجال لازم ننتبه لشغله كثير، عند الاطفال الذكور وعند الرجال لا يمكن ان يحدث التهاب بولي عندهم بدون سبب تشريحي او في مشكله ثانيه داخل. يعني البنات الصغار او النساء طبيعي يصير عندهم التهابات اول مره ثاني مره، انا ما باكد كثير، اذا صار عندها التهاب مره بالسنه او مرتين بالسنه ما عندي مشكله انا بالموضوع، بعالج بالطرق اللي رح نحكيها بعد شوي. ولكن اي ذكر طفل صغير صار عنده التهاب انا لازم مباشره اعالج، وبعد العلاج مباشره استقصي شو السبب. رقم واحد غالبا بيكون عندهم مثلا غير المطهرين اللي عندهم لسه القلفه الاماميه بيكون عندهم ضيقه عم تعمل التهابات، عم يفوت التهابات لجوا. ثاني شيء في شيء اسمه دسامات الحليل الخلفيه اللي هو انت لما بتدخلي بجهاز المنظار عن طريق القضيب الى الداخل فبتلاحظي عندهم غشاء بيخلي البول ما يطلع بشكل كويس عندهم. الاطفال الذكور والاناث احيانا بيكون عندهم شيء اسمه جذر مثاني حالبي، يعني بالعاده البول ما بيرجع، رب العالمين خلق نوع من الدسام بين المثاني والحالب بحيث لما بتتقلص المثاني البول بيطلع باتجاه واحد. في اطفال لكن هي الحاله بالذات اللي اسمها جذر مثاني حالبي مو نادره، بالعكس موجوده بس اكثر عند البنات الصغار، بحيث انه عمرها 4-5 سنين بتلاحظ انه بلش عندها التهابات. البنت بتصير بتروح كثير على الحمام، بتشتكي كثير من التهابات، امتى ما عملتي لها فحص بول في عندها التهاب بالبول، احيانا بيصير التهاب بالكليه وهلم جرى. هون انا بتوجه انه يمكن في عندي مشكله بهذا الموضوع. اضافه المشاكل التشريحيه الثانيه اللي عند الصغار اللي هو التضيق ما بين الحالب والكليه بحيث انه بيكون خروج البول صعب فبيؤدي الى التهابات وهلم جرى. عند الكبار بالعمر الالتهابات لا تحدث بدون سبب، غالبا ضخامه البروستات، غالبا الحصيات البوليه، غالبا الالتهابات الجنسيه، غالبا الالتهابات اللي هي في سبب موجود داخل الجسم عمل ركود عمل مشكله عند الذكر بحيث ساوى عنده هذا الالتهاب. فدائما نحن بعد اصابه الطفل الذكر الصغير والرجل الكبير بالالتهابات البوليه دغري لازم بعد ما نعالج نستسقي يعني ناخذ استقصاءات كامله ونعرف شو السبب لحتى صار معه هذا الشيء. هلا اجى لعندي المريض باحد من هدول الاعراض، اول شيء انا بعمله ببلش بالشغلات السهله اللي هي فحص البول العادي، وبطلب انا من المخبر اذا لاحظ اي علامه من علامات الالتهاب البول يتجه مباشره لزرع البول. هون في عندنا مشكله نحن في المجتمع السوري للاسف هي كثره استخدام المضادات الحيويه بشكل عشوائي. خذ حب ال 500 من اول ما اجيت على البلد عم بسمع من كلمه خذ حب ال 500، بعدين اكتشفت انه حب ال 500 هو الاموكساسيلين 500، وهذا للاسف بكل الزرع البول اللي انا شفته عندي بالعياده الى هاللحظه في عليه نسبه ريزيستنس قويه جدا صارت. يعني للاسف حتى اجت لعندي طفله ما فيني عالجها الا بمضاد حيوي في العادي يستخدم في العنايه المشدده، يعطى عن طريق الوريد اللي هو الميروبينين بسبب كثره استخدامه، لانه كثير عم يعطوا مضادات حيويه بدون ما نمشي بشكل خطوه خطوه مثل ما بيقول واحد. انا اول شيء بعمل فحص للبول،
بمجرد لو انا بدي كلف المريض اول مره شوي عمليه زرع بول، بس انا بالنهايه على المدى البعيد عم ريحه. اول شغله انا ما عم بضرب جسم الطفل او جسم البني ادم بالمضادات الحيويه اللي هي عم تقضي على الفلورا الطبيعيه الموجوده داخل الجسم. ثاني شغله انا عم بتوجه بشكل صحيح لنوع الجرثومه الموجوده، لانه في جراثيم تترافق مع امراض اخرى. يعني انا بمجرد ما شخصت هاي الجرثومه بعرف انه الطفل عنده او الرجل او المراه عنده مشاكل ثانيه موجوده عندهم. فاول شغله بعمل فحص البول، في التهاب مباشره زرع البول، اعتمادا على زرع البول انا بعطي المضاد الحيوي. في طبعا دائما بروتوكولات موجوده، كل مضاد حيوي قديش الكميه وقديش الفتره العلاجيه حسب مكان الالتهاب وشده الالتهاب. عند النساء حكينا انه منعالج ومننسى الموضوع. اذا تكرر عند النساء انا هون بدي اعمل اول شيء ايكو للجهاز البولي، اطمن شو المشكله شو صاير معها، خصوصا موضوع النساء اللي عندهم ولادات متكرره بيكون عندهم ضعف بارضيه الحوض، بيكون عندهم برولابس هبوط في المثانه مثلا، بحيث انه ما بتفضل المثانه بشكل كويس فبصير مثل مستنقع داخل المثانه. هذا المستنقع اذا ما فضي وطلعت المي بشكل كامل لو بتعطيها مضاد حيوي من هلا لعشر سنين ما بتخلص القصه. فنحن بننتبه كثير لهالموضوع. عند الرجال نفحص البروستات، نفحص وجود حصيات بوليه، كثير تترافق الحصيات البوليه خاصه خلال فتره الصيام، الناس اللي ما بتعود شرب بعد الافطار بالمي بتتحرض عندهم الحصيات بشكل اقوى، ودائما على السطح الخارجي للحصيات في جراثيم كثيره بتترافق الحصيات مع الالتهابات. مرضى الحصيات هو عامل مسبب للالتهابات، والالتهابات يمكن ان تسبب حصيات، فهو موضوع دائر بينات بعض البعض. بعد هيك انا عملت ايكو، شفت في مشكله، في شفت في اي شيء ثاني، هون انا بتعمق بالاستقصاءات الثانيه اللي هي الطبق المحوري مع ماده ظليله او بدون ماده ظليله، رنين مغناطيسي، وبناء علي انا بتابع الموضوع. دكتور يمكن معلومات مهمة وقيمة، بس وقتنا خلص، نتشكرك على معلومات. مثل ما قلت يجب استشارة الطبيب بكل الأحوال، يمكن بتفادينا كثير من المخاطر وكثير من المراحل المتطورة للمرض. استشارة الطبيب، ما حدا يكون هو طبيب نفسه، لهيك المرجعية عند الدكتور. شكرا كثير لك. الله يسلمك، شكرا، تشرفت فيكم. شكرا لك دكتور، وبنرجع مرة ثانية بكون لنا لقاءات وبنرجع بنستفيد بالحديث أكثر. شكرا لك. أما هلا سلمى بننتقل لمادتنا التالية. من شوي كنا عم نحكي عن النمورة بريف حمد، هلا بدنا ننتقل للحسكه مع المعروك، يمكن اللي هو يعد من اهم الموائد او اهم الاشياء الموجوده على مائده رمضان. خلونا نتابعه بالتقرير التالي. يعد المعروك الاكله الشعبيه الرمضانيه الاولى والتي لا يكاد يخلو بيت منها في شهر رمضان، فهو احد انواع المعجنات المشهوره والتراثيه، حيث يقبل الناس على شرائها لانها نوع من التقليد الخاصه بشهر رمضان. هلا سابقا كان معروك يعني يعبر عن خبزه رمضان، وكانت عاديه جدا يعني، وهلا تطور صار يعني صار فيها منكهات وصار فيها مواد. سابقا كانت البلد صغيرة وكان عدد سكانها صغير، كان الإقبال عادي، هلا صار الإقبال أكثر وكميات أكثر نشتغل. أولي كان بس عجين من خميرة كعك، كان خميرة كعك، خميرة حمص كنا نشتغله، هلا صار تطور صرنا نشتغله بريوش. بعد ما خلص العجنان أريح العجين شي نص ساعة ونقطعه كمان يتريح، بعدين يبلش طريقة الشغل هوني، عرفت شلون؟ يفوت على المخمر يختمر العجين مشان تنفش، ويفوت بعدين على الفرن. هون نحشي الكمية اللي نريدها، قشطة، شوكولا، عجوة، زبيب، فواكه، موز مع القشطة حسب الطلب، يعني ايش ما بدنا نشتغل. اول كنا نشتغل انا على دورنا، كنا نشتغل على الفرن الحجري، يعني مثل ما تقول التعب اولي كان اكثر من هلا. هلا صار نشتغل كمية اكبر، عربيات اكبر، وصار نحطها بالفرن. وتتألف عجينته من مادة الطحين المضاف إليها السمنة والسكر والماء، حيث تعجن وتخلط جيدا، ثم تترك مدة ساعة حتى تختمر في أفران خاصة، ثم توزع على الصاجات، وبعدها يرش على وجهها السمسمة وتدخل إلى فرن حتى تخبز. وتطور المعروف خلال السنوات الماضية ليرضي جميع الأذواق، وأدخل إليه حشوات مختلفة منها عجوة التمر والشوكولا والقشطة والفواكه، إضافة إلى المعروك السادة والذي يسمى بالخبز الرمضاني. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. نور،
هلا حروح لمحطتنا التالية. الأمل هو شرارة ممكن يمتلكها أي شخص، ومع الإرادة والإصرار ممكن تصير قوة نقدر من خلالها نحقق طموحنا وأحلامنا. لهيك بدأت لمة أمل اللي هو فريق تطوعي تأسس بعام 2015 وجعل من أطفال ذوي الإعاقة هنن الأمل لغيرهم عبر برامج تدريب وتعليم ومحو أمية ليتميزوا بمجالات مختلفة ويكونوا قدوة للآخر. عن هالجهود كلها رح نتعرف اليوم أكثر بالتفصيل على فريق لمة أمل، ومعنا الأستاذة رنا نصري وهي مدرسة ضمن الفريق، وأيضا السيدة هدى قاوقجي مدربة أعمال يدوية وكروشة ضمن فريق لمة أمل. أهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم. رمضان كريم، من عاد عليكم بالصحة والسلامة. كل عام. أهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. بالبداية خلينا نتعرف معك ست رنا على فريق لمة أمل، وكيف بلش مشروعكم الإنساني؟ بلش مشروعنا من فكرة انه هدول الاولاد اللي احنا عم نستقطبهم، او بالاحرى الشباب اللي احنا عم نستقطبهم حاليا، بوقتها انه صرنا نشوف انه هدول الجمعيات ما عم تقبلهم لانه صاروا كبار، فلحنا قلنا ليش ما لحنا نستقطبهم ولحنا نشوف ونطلع المواهب اللي جواتهم. فطبعا رب العالمين لما حرمهم من شيء اعطاهم شيء بداله. فبلشت هاي الفكرة من قلنا لازم نعطيهم أمل جديد، وبنفس الوقت الأهالي كمان كانوا إنه أي بدنا أولادنا يصيروا يعملوا شيء، ما بدنا إنه خلص الولد بهذا العمر خلص ما عاد بيطلع منه شيء مثل ما عم بيقولوا أغلب الجمعيات، فإنه لا لازم بدنا نحاول. على هذا الأساس انطلقت فكرة لمة أمل وبلشنا معهم. صرنا أول شيء بالتعليم، بتعليم محو الأمية طبعاً، نساعدهم بأسلوب المونتيسوري، بأسلوب الشيء قريب لحياتهم اليومية تماماً، وبنفس الوقت عم نعلمهم مهن، يعني أقل شيء بالنسبة للتعليم، يعني أقل شيء نحن نطمح له أنه يعرف يقروا اسمهم، يعرفوا مثلاً يحاسبوا، يعرفوا يتواصلوا مع الآخرين، إذا بده يركب ميكرو بده يركب مواصلات يعرف شو يركب، بالإضافة لهالشيء يقدر يكون معيل لنفسه ما يضل عالي على هالمجتمع. فمهنة طبعاً حسب كل ولد حسب ميوله، في منهم ميولهم دق على النحاس، في منهم ميولهم رسم على الزجاج، فلحنا منشوف وين ميولهم بالضبط ومنحاول مننميلهم إياها ومنساعدهم فيها. أكيد ست هدى، حضرتك مدربة كروشيه ضمن الفريق، خلينا نتعرف على جزئية اللي حضرتك عم تشتغلي فيها مع ذوي الإعاقة. هلا أنا أول شيء عندي بنت ذوي إعاقة، فأنا من خلال بنتي حبيت انتمي لهالفريق هذا، لأنه يعني مدام ريحب الله يطول بعمرها، يعني فكرتها إنه بدها تبدع من هالولاد، بدها تطلع شيء. وكمان الأنسيرانيا يعني مشهورين عم يتعبوا وبدهم يطلعوا شيء لهالولاد، يعني هالولاد بدهم، ما بدهم ياهم يكونوا عالي على أهليهم على المجتمع. بالنظرة الثانية إنه ما في إلهم شيء، يعني ما حدا يقدم شيء، يعني لا تأخذيني يعني بهالكلمة. هلا أنا بنتي ذوي احتياجات بس تخلف عقلي، هلا في بالشؤون والعمل في ناس بيعطون وفي ناس ما بيعطون كل 3 شهور، يعني هدول إعاقة وهي إعاقة، ليش يعني هدينك بتعطون وليش لهدول ما بتعطون؟ يعني نفس الشيء، يعني بالنهاية إعاقة واحدة، إعاقة مشتركة، شيء بجسمه وشيء بعقله، بس الاثنين بنفذوا لهم نفس النتيجة يعني. فأنا حبيت رشح حالي معهم إنه لا بدنا نعمل شيء للأولاد من خلال هالفريق هذا اللي اسمه لمة أمل. وأنا بحكي باسم الأمهات كلهم، يعني أنا كأم عم تعاني، يعني بدنا مواصلات، بدنا مكان، يعني الست رباب الله يجزيها الخير مركز الثقافي استضافتنا، يعني بدهم مكان، بدهم مواصلات، بدهم شو بيقولوا كوادر، بدهم وسائل تعليمية، يعني كثير في نقص. يعني نحن من خلالكم يعني يا ريت
عم يجي دعم لهالولاد. هاي رسالة عم تحاولي يمكن توجهيها. طبعا طبعا، يعني في امهات عم تعاني من ناحية المواصلات الاماكن بعيدة، في امهات بتعاني مصروف، يعني في طلاب بدهم فوط، في طلاب بدهم أدوية، يعني وكله يعني كله بده سيولة وبده دعم. طب خلينا نحكي، مشروعكم بيستهدف جميع الأعمار. أي إذا بدنا نقول يعني ممكن طبعاً. أي حدا ممكن يشترك معكم. طبعا يجيب طفله ليكون معكم. طبعا نحن ما منسكر بابنا بوش حدا أبدا، لأنه نحن من معاناتنا عرفتيكي. يعني هلأ مثلا بيقولوا لك إنه بنتك خلص ما عاد تستوعب، ما عاد، بينما هون أنسيرانيا أو الأنسيران الله يجزيهم الخير، يعني بالعكس لا ليش لا تعطي لا بتقدر. يعني هلأ في أولاد بيركزوا بعيونهم، في أولاد بيركزوا بإيديهم، في ما أولا كل ولد له مهارته بالله عطيها. صحيح أكيد. فأنا بنتي من خلال عيونها، يعني دراستها من خلال نظرها. فقالوا لي لا ليش لا بيطلع معها، لا نطولي بالك عليها. بقول لهم يعني بتنسى مثلا، بحفظها منه بتنسى منه. قالت لي المدام رحاب شو مأسرة، خليها معلي معها لا بتصير لا, لا. وهن يعني هن صاروا بيحبوه. يعني هلأ هلأ مثلا انه هلأ عطلة برمضان مثلا كذا، هي مش صدقين انت مثلا يرجعوا يلتموا نشاطات، ويعني جو كتير مبسوطين أكيد. فيه أكيد. ونحن اليوم عم نحكي عن لمة أمل باعتبار دائما يعني الجمعيات أو المبادرات بيكون إلها دور بردف، يعني من خلالها بنعرف إنه في حالات ممكن كتير صعبة ما تتعامل مع مؤسسات التأهيل. هون مزبوط. بيجي دوركم. وهون بدي أسألك أستاذ، حضرتك بتشتغلي معهم تقريبا من عمر 14، في حالات ممكن يكون مستعصية صعبة مؤسسات تأهيل ما تأخذها، فهون بيجي دوركم التعليمي وعم تتبعوا مهارات جديدة اللي هي بتعتمد على الحركة على الأقمشة على وسائل تعليم مختلفة. خلينا نحكي عنها هلأ. لحنا عم نحاول نعطيهم أسلوب تعليم عن طريق اللعب. تمام. يعني لما أنا بدي أعطيهم شيء بقرب لهم إياه قد ما فيني لعمرهم. طبعا عمر دماغهم متقارب هن اللي عنا. صح. تمام. يعني عمر الدماغ عندهم فيك تقولي من 5 سنين لسبع سنين طفولي. فأنا بحاكي هاي النقطة فيهم، يعني أنا بشوف كل ولد شو عنده مميزة بجذبه من خلالها. أوقات بضطر جيب ألعاب ماريونيت، بقعد بخلي الماريونيت هي تعطي الدرس وتحببهم بالدرس. يعني جد تماما. مثلا عم بعطيهم درس الحواس، بجيب لهم انا مواد اللي بتساعدني على هذا الشيء، مثلا بجيب لهم ورده، بجيب لهم شوكولا، يعني بس طبعا ما لازم نكتر لهم سكريات لانه ما بيسوى لهم. فطبعا انا كل هاد بحاول انا اعمل لهم درس تفاعلي، حتى انا بشجعهم هن يحكوا انه مثلا مين بده يعطيني شغله ثانيه له هديه، مين بده كذا تحفيز، هن بيحبوا هالتحفيز. تمام. حتى بنتها بتقلي انسى حياتي اشتقت لك، ايه بدي اشوفك انسى حياتي. ايه الحمد لله متعلقين فينا وهن حابين الاولاد. عم يكون في تفاعل، هذا المهم. صح. يعني قديش عم تحسوا حالكم عم تقدموا انجاز لو كان هذا الانجاز ضمن هي الامكانيات الموجوده البسيطه. صحيح. قديش بتحسي هيدا التفاعل كمان بياثر عليك بشكل ايجابي وفي انجاز بالاخير عم تحسوا؟ بصراحه انا قد ما كنت مثلا بتعرفي ضغوط الحياه والستريس، قد ما اكون مضغوطه لما بروح لعندهم بينسى ما بعرف كيف بيجيني النشاط والتفاعل. ضحكتهم لحالها ما يعني انا بتفائل فيها، بتعطي طاقه ايجابيه بشكل مو طبيعي. اكيد. يعني بالختام نتشكر وجودكم معنا، اكيد تحيه لكم، تحيه لكل حدا عم يشتغل بلمه امل، وبنتمنى دائما هيك الامل يضل موجود ان شاء الله، لانه لولا ما كنا قدرنا نتكلمنا على اي شيء. طبعا اكيد طبعا. اكيد طبعا. شكرا كثير لكم كثير يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف شكرا لكم، تحية لكل كادر لمة أمل، نتمنى لكم التوفيق وإنجازات على الصعيد الإنساني مع هدول الأشخاص اللي لهم مكانة خاصة كمان. شكرا كثير لكم. بإذن الله. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. ما تعرفنا بس فيكم. شكرا لكم. سلمى ونور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أما هلأ نور صار الوقت لنروح لمسابقة رمضان غير بصباحنا غير، مثل ما عودناكم اللي رح يكون معنا كل يوم خميس. خلينا نروح لفاصل صغير رح نذكر فيه بشروط المسابقة ضمن مقهى المكتب ونرجع لنحكي عن مسابقتنا لليوم.
سلمى، بعد ما تعرفنا على شروط المسابقة رح نرجع نذكر فيها. نحن نطرح سؤال بسيط وعبر التعليقات ننظر على أول تعليق. الفاصل الزمني هو اللي بيحدد من هو الفائز عبر صفحة الإخبارية وعبر صفحة صباحنا غير التعليق على فيديو المسابقة. الجائزة مثل ما قلنا هي كوبونات بقيمة مالية ضمن مقهى المكتب بفرعي بالقصور، فينا نقول بمشروع دمر. أكيد نور، بدنا نرجع نذكر المسابقة الماضية كانت من هم طبعا أول من وضع الحروف الهجائية، وكان الجواب الفينيقيون. اسم الفائز معنا بمسابقة الأسبوع الماضي هو حسن بدر شيحة، عم يظهر معنا يمكن على الشاشة سكرين للإجابة الصحيحة اللي جاوبها حسن. مثل ما قلنا الإجابة الصحيحة والأسبق بالزمن هو بيكون الفائز. ولح نروح لنعرف شو سؤال اليوم. كمان اليوم في عنا سؤال جديد، معلومات عن التغذية والجسم. بيقول السؤال: ما هو العنصر الذي لو وجد في الحليب لأصبح الحليب غذاء كامل؟ كيف بدنا ندعي الكل يشاركونا بالمسابقة. أسئلتنا بسيطة والغاية منا أنه يكون في لكم ربح وكونوا موجودين تستفيدوا من العرض اللي عم بيقدمه مقهى المكتب لصباحنا غير. وأكيد رمضان كريم وصباحنا غير معكم. أكيد خلينا نروح لفاصل ونرجع. مع جوائز رمضان بتكون رحلتنا الصباحية الرمضانية وصلت للختام. حاولنا خلال الفترة الصباحية نقدم معلومة مفيدة وفقرات تكون خفيفة على قلوبكم ضمن شهر رمضان المبارك. بالختام نوجه تحيتنا دائما لحراس الأمن والأمان رجال الجيش العربي السوري وللرجال البيض رجال الأطباء الموجودين ضمن جائحة كورونا، يمكن إلى جانب رجال الجيش العربي السوري، نقول لهم يعطيكم ألف عافية والله يحميكم. أكيد نور، بتمنى لك بقية نهار كله صحة وسلامة وأكيد إفطار شهي ويعطيك العافية. بعرف هلأ بتخلصي الشغل بترجعي تبلشي تحضير الفطور. الفطور على الصيام، يعطيك العافية. وأكيد بدي أتشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا خلال صباحنا لليوم. مثل كل يوم رحلتنا بتبدأ 10 الصبح للـ 11:30 من مقهى المكتب. كونوا معنا بحلقاتنا المميزة خلال شهر رمضان المبارك. ما بدي أنسى وأقول أنه هذا الشهر هو شهر الرحمة والمغفرة والتقوى. خلينا قراب من بعض لأنه إيد بإيد بنقدر نتغلب على كتير شغلات. باي باي، إلى اللقاء.